أمي خبزة في الأمس خبز صابون، وأرسلت رسالة للشيخ أنور رغيف صابون محمد، وقالت لأختي قل للشيخ أنور هذا الرغيف لك من جودة الحوي الأسمر، رفيق الدفاع، رفيق السلاح، رفيق يا أنور يا حمساوي يا صاحب وجه الشمس المدور. وقل له رفيق يا أنور سافر بالأمس إلى المجد صار إلى الأعلى، تبسم تقدم ثم بسم الله ثم تفجر، وكانت وصوته قبل أن يحل لا حمساوي ولا فتحاوي ولا جمحاوي ولا جهادي. فكل نافلة في أعداء أنور، وكل وجوهنا في وجه الفتحاوي الأسمر، وجه ياسر، وجه أحمد، وجه الشرطاق الذي لم يتردد، وجه أبو العلي المارد الأحمر. وقل له أيضا كانت حكمة الوالد تقول قد تختلف وجوهنا من شخص إلى آخر باللون والحجم والعيون، لكن أنا وجه واحد في عين المصريون. يا أيها البطل في وجه من ترفع سلاحك؟ في وجه عدو استباح الأرض واستباحك؟ أم في وجهي من جراحه يا نفس جراحك؟ في وجه من ترفع سلاحك؟ يا فتحاوي يا بطل لا تخيب فيك الظنون، يا حمساوي يا بطل، يا حمساوي يا بطل كيف تهون وكيف نهون؟ يا كنزل المكنون يا مصلة العيون، لهذا الحد وصلنا أوليس القتل جنون؟ يا أيها البطل في وجه ما ترفع سلاحك؟ هل نسينا أن دم المسلم على المسلم حرام؟ هل نسينا أن المسلم عند المسلم لا يضام؟ أهذه وصية الرسول محمد؟ قتل الصديق ودفع الحمام والله حرام. أفيقوا استيقظوا قوموا يا نيام، أنتم تذبحون بعضكم وغيركم في أحضان العهر ينام. على من ترفعون السلاح؟ إسرائيل اليوم في عيد، وموتنا هو الخبر السعيد، ما دام يكتم فينا الوريد ونذبح من الوريد إلى الوريد، والشهيد ما عاد شهيد. سامحنا يا شهيد راح الذي من أجله رحلت، سامحنا يا أسير راح الذي من أجله أسرت، سامحنا يا جريح راح الذي من أجله جرح، وما عاد صوت القدس يصيح، القدس تموت كالأم التي تتمنى الموت على أن ترى أبنائها بما بعضهم يستبيحون. شيء من الخجل، شيء من الخجل، أم أنكم ما